بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة استعدادا لمباراتي الجولتين الأولى والثانية عن المجموعة التاسعة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وسيواجه الأسود المنتخب السوداني بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط يوم الخميس المقبل 2 شتنبر ابتداء من الساعة 8 مساء بصافرة حكم الساحة السنغالي دياي ماخيت، والمنتخب الغيني يوم 6 من الشهر ذاته بملعب لانسانا كونتي في العاصمة كوناكري على الساعة 4 بالتوقيت المغربي 5 عصرا بالتوقيت المحلي وبقيادة تحكيمية للكاميروني اليوم اليوم. الحول ديالي مع المنتخب بغينا نربحو دابا الكاس افريك ان شاء الله، ومن بعد دابا الكواليفيكاسيون ديال المونديال ونمشيو كل ماتش ونعطيو 100%. الدراري كلهم بحال خوتي. الكومبلكس قال لي سفيان مرابط الكومبلكس مزيان وكلشي مزيان. aujourd'hui d'être là c'est encore une immense fierté. Bah déjà c'est les qualifs, donc va falloir faire deux grosses performances jeudi et lundi. Voilà, il y a la Coupe d'Afrique aussi qui arrive rapidement, donc c'est une préparation aussi, et va falloir tout donner pour revenir avec les meilleurs résultats. Ouais, très très bonne. J'étais venu il y a 5 ans avec les U19, ils étaient en plein travaux, et de voir ça aujourd'hui c'est quelque chose de beau. Et franchement c'est un complexe idéal pour être performant. L'ambiance très très bonne, les joueurs sont cool, ils m'ont très bien accueilli et voilà, ça va continuer. وفي السياق ذاتها عقد وحيد هاليلوزيتش مساء الأحد اجتماعا مع أعضاء الطاقم التقني للمنتخب الوطني، تم خلاله تسطير برنامج تحضير أسود الأطلس الذي بدأت عناصره تتوافد على مركب محمد السادس في انتظار اكتمال نصابها للوقوف على الرسم التكتيكي والرأس المال البشري الذي تتوخى منه الجاهزية ساعة صفر المباراة. عبر الوفد السوداني عن ارتياحه بحرارة الاستقبال وسعادته بظروف الإقامة، وهو ما تجسد من خلال تصريح مدرب المنتخب أوبير فيلود وباقي طاقم البعثة السودانية. Comme toujours au Maroc, on a été très bien accueillis, bonnes conditions d'hébergement, terrain d'entraînement, tout se passe bien pour l'instant. Mais je dirais que lors du match approche, donc la préparation va s'intensifier, que ce soit la préparation mentale, tactique, technique. Encore un entraînement ce soir et demain il y a un grand match pour nous. لقينا استقبال وحفاوة كبيرة من كل اللي استقبلونا وحتى المتلاقى يعني من الإخوة المغاربة في المطار في الشارع في الفندق. لقينا استقبال يليق بمكانة السودانيين عند المغاربة. والله طبعا المنتخب المغربي منتخب كبير سمعته صبغه، ان شاء الله شبابنا يكونوا في يومهم ويقدموا افضل ما عندهم، ورغبتهم اكيد كبيره وحاسين بالمسؤوليه وعارفين انهم حيلاقوا منتخب كبير، فاعدوا نفسهم بصوره جيده، وان شاء الله بكره الناس كلها تشوف المنتخب بشكل محترم جدا ان شاء الله. وحقيقة اول حاجه نحن نشكر الشعب المغربي للاستقبال والحفاوه العالية، ونحن طلبنا انه نتعامل بالمثل، يعني هم يتكفلوا باقامتنا ونحن نتكفل باقامتهم، وهذا ما تم الان يعني، وكل شيء تمام الحمد لله يعني في اطار العلاقة بينه وبين الاتحاد المغربي. والاستقبال يعني طيب جدا يعني من المطار الى ان وصلنا هنا. يشار الى ان المنتخب السوداني سيواجه يومه الخميس المنتخب الوطني المغربي على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022.